بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن وصلنا إلى المقطع الذي يقول فيه الإمام زين العابدين عليه السلام: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. واليوم مفروض أنه نتحدث عن العمل الصالح وما هو أحسن الأعمال. بهذا الصدد من المفيد التمييز بأن الأعمال بالعموم لها نحوين من التأثير، يعني كل عمل له أثر ما. وبالمناسبة كمان خليني أقول لكم شيء كمقدمة للدخول إلى الموضوع. العلماء حينما تحدثوا عن الجزاء، أو بالأحرى تحدثوا عن اليوم الآخر، حيث يلقى كل إنسان ما عمل، كان عندهم تفسيرين لهذا الأمر. التفسير الأول أن العمل يقتضي فيما بعد وجود الجزاء عليه. يعني مثلا أنا وقت اللي بيجي بدفع بروح على محل معين بطلب بضاعة معينة، المطلوب مني أن أدفع ثمنها، جزاء عملي هو أن ألقى ما طلبت، أني أخذ الشيء اللي طلبته، هذا جزاء العمل. فكل عمل له نحو جزاء، هذا الرأي الأول، أنه الإنسان مثلا بيقول التسبيحات، يقرأ التسبيحات اللي هي الباقيات، بعضهم بيسميها بالباقيات الصالحات، اللي هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في المرويات أنه مثلا يجرس له في الجنة نخلا جزاء هذا العمل، أو أنه مثلا بكل مرة بيكون له حجر الخاص في بناء بيته، تعبير عن حصته التي يمكن أن ينالها في الجنة. هذا شو بيطلق عليه؟ هذا يطلق عليه اسم الجزاء. فإذا هناك تفسير أول للفعل بأن الذي نلقاه نتيجة الفعل هو جزاء العمل، هو الجزاء على هذا العمل. فإذا هي أول نظرية. في نظرية تانية شو بتقول؟ بتقول لا، مش قصة جزاء. في كل عمل له أثر حقيقي وليس أثرا اعتباريا، بمعنى حقيقة الصدقة فيها حياة، فيها استمرار، فيها روح. لذلك لاحظوا انه مثلا الصدقة تطيل العمر مثلا، او بر الوالدين يطيل العمر او يجلب الرزق. في نفس الفعل، نفس الفعل اثره حقيقته انه فيه عمر طويل، فيه رزق ما او رزق وفير، حقيقته كذلك تماما. انه مرة انا بيجي بقول من وضع يده في النار جزاؤه، يعني الشيء اللي راح نعطيه بعدين انه بيحترق، لا هي مش هيك. من وضع يده في النار، الاثر الموضوعي لوضع اليد في النار ما هو؟ الاحتراق. اصل انه واحد يحط ايده بالنار تساوي انه سيحترق. اصل انه واحد يصلي
مش جزاؤه القربى إلى الله، نفس الصلاة قربى إلى الله. لذلك بمقدار ما يتوجه فيه بصلاته إلى ربه بمقدار ما هو بيكون قريب من الباري سبحانه وتعالى. فإذا ليس الأمر فعلا وجواب فعل، جزاء فعل، مش هكذا. الأمر بنفسه بعينه هو هكذا. مثلا على سبيل المثال، هذا اللي دائما بيوضحوا فيه، إنه الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. باللحظة اللي هو فعليا، باللحظة اللي هو عم بيأكل فيها أموال اليتامى، هو يأكل النار. كلمة هنالك أنه بعده مش حاسس بسخونة الموضوع. طيب ليش هون في الدنيا نحن ما شعرنا بهذا الجانب بالأثر الوضعي للمسألة؟ طبعا هاي بدها نقاش خارج عن هذا المجال، لكن من باب الإشارة فقط. لم نشعر فيها لأن طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان له مراتب في وجوده. رجاء هون تنتبهوا لي، رجاء انتبهوا كتير منيح وركزوا معي كتير منيح. طبيعة الإنسان له مراتب في وجوده. أدنى مراتب وجود الإنسان وجوده المادي، هذا الجسم، هذا اللي متصل بالدنيا مباشرة، أدنى مراتب. لكن هذه المرتبة الأدنى ليست هي المرتبة الوحيدة، ليست هي الحقيقة الوحيدة. حركتي في الدنيا لا تعني أنه هلا بالدنيا في تأثير وفي في تأثر وفي تأثير. أنه أنا مثلا بالدنيا افترض واحد بيقوم بيعمل لنقول شوية أعمال رياضية، بيركض لنفترض، بيعرق، مش هيك؟ هذا الأثر أثر مباشر لكنه أثر دنيوي. هذا الأثر يا ترى هل له نحو من التأثير الآخر؟ غير هذا الشيء اللي بيبين عليه، هو مثلا يمكن بيتنشط جهازه التنفسي، ذهنيا بيكون مرتاح أكثر، نفسيا بيكون مرتاح أكثر. فإذا في مديات، في مجالات غير منظورة بالمباشر لنا عم تحصل معه وهي بالحياة الدنيا. لكن بالواقع في نحو من الحياة الأخرى، من الامتداد الآخر، غير الموضوع الدنيوي، غير الموضوع المادي. له لكل فعل يقوم به الإنسان في الحياة الدنيا كمان هونيك له أثره الخاص. مثلا بلحظة الموت، هذا عالم مستقل بالمناسبة، وبكن تلتفتوا، هذا الذي يقال عنه آخر خطوة من خطوات الدنيا وأول خطوة من خطوات القبر أو الآخرة، بالحقيقة واضح صار أنه بالروايات، اللي بيتبع الروايات، أنه في حياة معينة يقضيها الإنسان بشكل مكثف جدا 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 مكثف. هي هاي الوقت اللي بيكون فيه سكرات الموت، في أحوال لا هي دنيا ولا هي آخر، يعني ما هي مش قبر بعد. طيب هاي المرحلة، هاي الحالة، هذا الفعل أو بالأحرى هذا الوجود للإنسان ممتد إلى تلك اللحظة. الفعل الذي يقوم فيه بالحياة الدنيا إله امتداد أو إله بداية بنفس الوجود المادي المباشر، إله امتداد للحظة الموت. لذلك في أعمال يمكن أن يقوم فيها الإنسان بشكل واضح أثرها في لحظات الموت، في سكرات الموت تظهر، مما يعني أن لها امتدادات إلى هناك، إلى وقت الموت، إلى لحظات الموت، إلى سكرات الموت، إلى هذا الامتداد. وهذا الإنسان بسبب وجوده المسمى بالبرزخي، اللي هو ما بين عالم التجرد بسموه الآخرة، وما بين عالم المادة، في مرحلة وسطية.
ما بين العالم المادي والمرحلة التجرد في مرحلة وسطية. شو بيسموها؟ شو بيطلقوا عليها؟ اسم الوجود البرزخي. الوجود البرزخي هو هذا امتداد لإلي أنا، أنا الإنسان. يعني كل واحد واحدة منكم الآن عنده وجود المادي، هذا صحيح، وعنده وجود شو بعد؟ خلينا نسميها الموتي، وفي الوجود البرزخي. الوجود البرزخي أو الامتداد البرزخي شو هو؟ قلنا هو شيء بيشبه المادة وليس بمادة، وبيشبه التجرد عن المادة الكامل وليس تجردا كاملا. الموت هل يظهر هناك أو لا يظهر؟ أصحاب أو بالأحرى عفوا الإنسان، هل له امتداد إلى تلك الحالة أو ليس له امتداد إلى تلك المرتبة؟ هل له امتداد لتلك المرتبة أو لا؟ له امتداد، وله امتداد لما بعدها، يعني لوقت التجرد، ليوم الحشر، الجنة أو النار، إلى ما هنالك. هذا العمل الذي نقوم به له نحو من الآثار الدنيوية المباشرة، وله هو ذاته نفس العمل له امتداداته. كل عمل لدينا له امتداداته اللي بتظهر في تلك العوالم. شو يعني بتظهر؟ يعني بتظهر حقائقها. مثلا بعطي مثال، خليني افترض واحد جاب هذا الحديد اللي بيعملوا فيه بالايد هاك، شو الشيء اللي بيظهر الاثر الطبيعي؟ هو العظم. هذا العظم سيظهر. هل ظهور هذه هلا مش دغري بعدين ببين، هل ظهور هذه الاعمال هناك هي اثر وضعي مثل هذه؟ مثلها اثر وضعي مثلها تماما، الا انها تسمى منسوبة الى عالمها. هاي الاثار بتصير منسوبة الى عالمها. بعد سؤال، كيف يعني بتظهر؟ بتظهر يعني حقيقتنا نحن، نفوسنا هي اللي بتظهر، مش الاعمال مفصولة عنا. اخوات انتبهوا لي منيح، هاي الاعمال وقت اللي بتظهر بالقبر مش بتظهر مفصولة عنا، تظهر بما نحن هذا العمل، نحن هو هذا العمل. انه واحد خير كل عمره خير، نحن هون منشبهه انه مثل الملائكة، مش هيك؟ نوره ملائكيته تظهر في قبره، ولعل والله اعلم بعض القبور تتنور باهلها بنور اهلها. حقيقتهم، نفوسهم، نفوس نيرة تنير تلك الظلمات. هذه القبور التي هي ظلمات فوقها ظلمات، لأنها ظلمات النفس، النفس بحالة الظلم، النفس بحالة العتمة، النفس بحالة الكآبة. وإلا واحد كان يقرأ القرآن والله بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هاي بذكر الله تطمئن القلوب حالته في قبره، حالة المطمئن. بعض الروايات نوم العريس، انه ارتاح، هذا يومك، هاي ليلتك في نومة القبر. مش الضنك، وإلا في روايات بتحكي عن الضنك، بتحكي عن القلق، بتحكي عن التعب، سبب نفسيته مريضة، نفسيته تعبان، فلاقى نفسه، لاقى نفسه في القبر هكذا، أو لاقى نفسه في القبر على حال من الاطمئنان. هذا الوضع، هاي الحالة، شو سموها أصحاب هاي النظرية؟ سموها بنظرية تجسم الأعمال، أن العمل هو أنت، عملك هو أنت. من هو عملنا؟ عملك هو أنت. أنت الذي عملت ما عملت، بسبب العمل تتخذ صورة، تتخذ شكل، تصبح أنت بتصير، إما على نحو ملائكي أو على نحو والعياذ بالله شيطاني.
فإذا النظرية الثانية بتحكي بالشو؟ بالامتداد. الأولى شو؟ فعل وجزاء. النظرية الثانية نظرية تجسم الأعمال. فإذا كل عمل له نحو من التأثيرات، إما على نحو الجزاء أو على نحو تجسم الأعمال. بالمناسبة في رأي ثالث بيقول في أعمال هي بتجي على نحو الجزاء، يجازى المرء عليه، وفي أعمال لا، تجعل حقيقة المرء على حسب عمل. هي نتنا، لكن بيبقى الواحد بده يشوف شو هي اللي بتعمل هون، شو هي اللي بتعمل هون، وهذه مسألة الاختيار والتدقيق في الاختيارات. طيب، إذا كان للأعمال أثرها بغض النظر شو طبيعة هذا الأثر، أثر العمل أين يظهر؟ فيما هو معروف لدينا، اللي نحن دائما نتداوله، أنه بكرة بتلاقي جزائك عند ربك، مش هيك؟ أنه دائما نحن منحيلها للآخرة. لا، في أعمال الباري عز وجل لا يظهرها فقط في الآخرة، ما بيمدها لذاك العالم، بذاك العالم سيلقى، لكن في أعمال ابتداء من هذا العالم يمكن له أن يجدها. مثلا على سبيل المثال في روايات أنه اللي بيكسر مؤمن، بيكسره بمعنى، لذلك في رواية من كسر مؤمنا فعليه جبره. يعني افترضوا واحد حكي عن شخص متدين وشوه له صورته قدام الناس، منيح؟ شوه له صورته قدام الناس، هذا اسمه كسر مؤمنا. الروايات بتقول أن الله عز وجل ما بيطلعه من هاي الدنيا إلا ليعرضه لنفس الحال لهذا الشخص. يعني هلأ مثلا نحن كتير مواقع بننبسط بحالنا أنه منعرف ننتقد وشاطرين بالملاحظات، منصير منقول فلاني عملت هاك وفلان عمل هاك، ومنبلش نعرض بالناس، وبس ينسأل طب ليش عم تحكوا هاك، طب العالم كله عم تحكي، يعني هلأ وقفت عنده؟ مش قصة وقفت عندي ولا وقفت عندكم، القصة قصة أنه هذا الذي تقوله إذا بيقوله غيرك هو المسؤول عنه قدام الله، بس وقت اللي أنت بتقوله بتصير أنت اللي مسؤول عنه قدام الله مش حدا تاني. من كسر مؤمنا فعليه جبره، هذا بحسب الظاهر ما بيطول لليوم الآخر، هذا مباشرة يلقى نتيجة عمله، أثر عمله هنا بالحياة الدنيا مباشرة. إذن في نوع من الأعمال هنا في الحياة الدنيا نلقى أثرها الخاص، وفي نوع من الأعمال أو بالأحرى قد تكون هي نفسها الأثر الذي نلقاه هو أثر في اليوم الآخر، وبكل الأحوال ممكن يكون يعني مش مبين لألنا، مش مبين لألنا أنه في هذا الأثر للآخرة، ونحن مفتكرين أن الباري عز وجل يعني خلص أنه عافي عنا، بالتالي مستمرين فيه، إلا أن نتيجته تظهر بالآخرة كأفظع ما يكون عليه ظهورها. طيب، هلأ بنيجي لنفس الأعمال على المستوى القرآني. حدثنا القرآن الكريم عن صنوف من الأعمال، عن أنواع من الأعمال، وهون صح الشيء اللي رح نحكيه خلي يكون من باب المخزون الثقافي عندنا، ثقافة قرآنية ومن النصوص، لكن هي كمان إلى دور لرقابة أنفسنا أكثر، ليصير الواحد يوجه مسار حياته بشكل أوضح. من الأعمال التي ذكرها القرآن الكريم الأعمال التي تحبط الحسنات، يعني واحد عنده حسنات بالحياة الدنيا عملها، شوي بيقوم بعمل الله عز وجل يحبط حسناته، يحبط الله حسناته في الحياة الدنيا، وهذا الإحباط للأعمال وين ببين؟ ببين بالآخرة.
ببين بالآخرة، بعضه بالدنيا ممكن، لكن بكل الأحوال هناك أعمال تحبط الحسنات. مثل شو؟ واحد مسلم ولد من أبوين مسلمين، كبر وكان مواليا لمحمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد، وصار من أصحاب الثبات على الدين على الإيمان، بلشت المصالح الأفكار الآراء من حوله. من بعد ما صار عمره 30 سنة، فرضوا 40 سنة، 20، 25، قد ما بتكون، ارتد عن دينه. شو يعني ارتد عن دينه؟ يعني ترك دينه. لا مش انحرف، انتبهوا، الارتداد ترك الدين، ترك الدين نهائيا، هذا الارتداد. هون بس بدي الفت، لانه نحن بمجتمع لبنان يعني تشابك فيه المصطلحات والثقافات، كلمة ارتداد في المسيح عند المسيحيين هي غيرها عند المسلمين. عند المسلمين الارتداد هو الخروج من الدين، عند المسيحيين الارتداد يعني رجع الدين، هذا التعبير عندهم يستخدم بهذا المعنى. هلأ الارتداد نحن عم نحكي على أساس عند المسلمين، ترك دينه. ما جزاؤه؟ بيقول القرآن ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت. فيمت يعني متاب، مش هيك؟ ضل مرتد. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، كافر بهذا الدين، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا لأنه باري عز وجل مش معني، ليس معنيا أن يبارك لهم في شيء من حياتهم الدنيا، لا دمهم ولا حرمة أموالهم ولا شيء، ما لهم حرمة. لذلك مثلا المرتد مباشرة يفسخ عقده عن زوجه عن مرته. سبب؟ طب ما انت تركت. على فكرة هلأ هني البعض مثلا بيهجم على انه الدين ورجال الدين ومش عارف شو غصهم. طب واحد كان مسلم وقال اني انا صرت مرتد، مرتد يعني تركت الإسلام. طب هذا وقت اللي تزوج، ما العقد اللي عمله هو بموجب ما كان يؤمن به، وقت اللي يعني بطلت أؤمن بالله وبالإسلام، يعني كل فعل فعلته أنا ذاك فسخت العلاقة فيه. فهو اللي يعني شو قص، ما خص حدا، أنت اللي طلعت. فإذا في أثر بيحصل في الدنيا وأثر يحصل في الآخر، بحيث انه كل حتى مش ممكن هذا يكون عامل مجموعه من الاعمال الصالحه، بلى، لكن كل هذه الاعمال الصالحات احبطت. حتى فكر انه ياكل شوي، انه ليش حبط عمله؟ لانه بالواقع في شيء بالاعمال هو عمود، عماد الدين، عماد العمل، عماد الحياه الدنيا. مثلا الصلاة بالتعبير القرآني، الصلاة عماد الدين. شو يعني عماد الدين؟ عبروا انه يعني هو العمود الذي يحمل الخيمة. طيب في خيمة بدون هذا الشادر اللي موجود عليها؟ لا، خيمة بتحتاج لشادر، فإذا بتحتاج لشيء تاني غير هذا العمود، مش هيك؟ لكن إذا أسقطنا العمود شو صار؟ كل هذه الأشكال التانية الموجودة، الشرشف او الشادر او شو ما بتكون تسموه، او الباطون بدون عمود اثر راح. فعمليا في اعمال هي اصل واساس، وفي اعمال اخرى تقوم عليها. وقت اللي واحد بيقول انا مسلم ومنكر للصلاة، لا يقيم الصلاة، منكر لها على نحو الانكار، عن أي عمل إيماني نتحدث؟ يا عم ما أنت وقت اللي بدك تجي تصوم أو تحج أو تتصدق، ما هي الصلاة هي عند الباري عز وجل، هي الحافظ لكل هؤلاء،
هي الصلة، الصلة الصلة الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك. شوي أنت بتقول أنا أحج لله عز وجل، بس ما في صلة. تماما تماما تماما. واحد بده يحكي مع حدا بأفريقيا، هو قاعد هلا هون بهالقاعة، شوي مثلا تنقول هيك حدا من هالإخوة، حدا من هالأخوات قاعد لحاله موجه راسه هيك للعالي وعم بيفتح أحاديث، وسألناه شو بك ليش عم تعمل هيك؟ بقول أنا عم بحكي مع بعض أصدقائي بأفريقيا. شو التعبير اللي ممكن نستخدمه عنه؟ هذا أخوات. طب هو ذاته حاطط التليفون هيك وعامل راسه هيك، بس حاطط التليفون وعم بيحكي. خير شوفي والله عم بيحكي مع ناس بأفريقيا، عقلائي ولا لا؟ شو السبب؟ لأن هناك صلة موصولة ممكنة متوقعة بينه وبين من يتصل به. إذا كان يقوم بعمل أو يحادث بأمر وهي الصلة مفقودة، هذا خوت. يعني هلا إنه في أجر بالحج، بيقولوا إيه في أجر إذا واحد راح على الحج، أنا ما بعرف. هلا منكر الصلاة قطعا ما قالوا لا حج ولا صام، بس إنه واحد مثلا ما بيصلي، ما بيصلي بيصليش. طيب يا عمي ما أنت الأصل تاعك بالعلاقة مع الله، أصل العلاقة مع الله عز وجل تتمثل بفعل الصلاة، أصل العلاقة مش موجود، يعني شو عم تحكينا؟ شو هي الشغلات الثانية؟ من يرتدد عن دينه إنه الله عز وجل عم بيقول أني ما بعود ببارك له، هون الإحباط، لا أبارك له، لا أقبل منه عمل لا بالدنيا ولا بالآخر، أمر طبيعي. ما هيدا أعلن خروجه عن ربقة عن حرمة الإسلام، عن حرمة التسليم لله، طلع خارج إرادة الباري عز وجل، أمر طبيعي. الله عز وجل مش عم بيقلنا عن الأحكام اللي هو رح يعملها لإله، لا عم بيقلنا هذا هو نحط حاله، هذا الإنسان حط حاله خارج إرادة الله، فأمر طبيعي. كل ما قام به قد هدمه بيده. فإذا في أمور هي أساس، لذلك كل عمل صالح يعني كل عمل صالح يقوم به المرء وليس فيه نية أن يؤمن بالله وأتقرب إلى الله عند الباري عز وجل، هذا شو بينفع؟ ما بينفعش. ما بينفع شيء وين؟ ما بينفع شيء بالنسبة للعلاقة بالله. منيح؟ يعني مثلا افترضوا هلأ واحدة منكم عملت لها شيء شغلة عظيمة جدا فادت فيها كل الناس على عبر أجيال، أربع خمس أجيال لقدام. عمل منيح ولا مش منيح؟ طيب العمل منيح، وإذا إجا حدا من بعدها واستخدم العمل بنية أني أتقرب إلى الله، هو عم بيقول يا رب أنا عم بقوم بعمل بهذا العمل لأني بدي أتقرب لك، بيقبلوا الله منه ولا لا؟ بيقبلوا. طب إذا كان نفس اللي فكر بالعمل وأقام العمل ما بده الله أصلا، في بعض الناس بيقوموا بهيك أعمال ومقصودهم شيء آخر غير الله تماما، بمعنى أن يوجهوا الناس إلى غير الله. هو بعض أو اللي بيحكوا باكتشافات علمية انه مثلا بيقول لك انا اللي حتى لي اثبت لك انه شو خص الله هون، انا اللي عملته. في هلا انا روح طالب الله واقول له ليش ما اعطيته الجزاء الحسن؟ شو هالحكي هيدا؟ لا ما في يعمل هيك. السبب لان اصل التوجه، اصل المقصد انتهى، فالعمل يحبط او لا يحبط؟ بلا يحبط العمل. لذلك كتير منيح نلتفت لأنفسنا في تثبيت ولائنا لله، في تثبيت ولائنا لهذا الدين، في تثبيت ولائنا لرسول الله محمد وآل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كثير مهم أن نلتفت إلى هذه الحيثية. هناك أعمال، فإذا يعني في أعمال تحبط العمل الجيد
وفي أعمال أخرى حدث عنها القرآن تذهب بالسيئات. الواحد بيرتكب عمل سيء، لكن في نحو من الأعمال تذهب بالعمل السيء، تخرج العمل السيء عن أثره، عن تأثيره، عن جزائه، عن صورته التي يمكن أن يكون عليها. وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.